ازاي تكلم اخوك اللي اكبر منك كده؟ انت عارف لو ما قمتش اعتذرت لاخوك انا هقوم ابهدلك. ازاي تزعل اخوك الصغير كده؟ انت مش عارف ان هو اخر العنقود ومفروض ان احنا نهتم بيه وندلعه؟ انت مش عارف ان هو الكبير ومفروض نحترمه ونكلمه بطريقه احسن من كده؟ دي كلها نماذج وامثله لامهات كتير واباء بالفعل موجودين معانا على الكوكب، يعني مش جايبينهم من بره، يتعاملوا مع اولادهم بالطريقه دي، واللي بطبيعه الحال الطريقه دي ما بتنتجش عنها غير كل حقد وكراهيه ما بين الاخوات وبعضهم، بنكون احنا السبب. كانت كلمتني كلاينت قبل كده وقالت لي ان اولادي على طول بيتخانقوا مع بعض وبيضربوا بعض، فانا كنت لازم اتدخل. امال انا ام ازاي؟ كنت بتعامل معاهم بالعدل، اللي يضرب التاني اخليه يضربه. فقلت لها ازاي؟ قالت لي يعني لو كان الاخ الكبير ضرب الصغير كنت اخلي الصغير يضرب الكبير. دماغي مش مترجمه. خليني بس اقول لكم ان الخلافات ما بين الاخوات حاجه طبيعيه جدا وعاديه، يمكن تكون صحيه كمان. تقولي لي صحيه ازاي يا رنا؟ هقول لكم صحيه، يعني بتخليهم يتعرفوا على اوجه الاختلاف والشبه والتفاهم وعدم التفاهم ما بينهم وما بين بعض، وبيخلقوا طريقه علشان يعرفوا يتعاملوا بيها مع بعض. الفكره هنا مش في الخلاف، الفكره في الطريقه اللي احنا بنعلمهم يختلفوا بيها. بالنسبه للام اللي قالت لي احنا دورنا ايه، هقول لك احنا دورنا موجهين. انا دوري موجه وانت دورك موجه. احنا بنوجه اطفالنا مع بعض ازاي يتعاملوا مع بعض. حاجه عايزاكم تاخدوا بالكم منها، ان ساعات شخصيات الاطفال وسماتهم بتخلينا ننحيز لحد عن حد، نبقى شايفين حد حنين قوي وحد طيب ولازم نتعاطف معاه، وحد تاني لا 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 ده مفتري ده شرس حتى لو كان هو صغير. خلينا اقول لكم ان نظرتنا للاولاد بتخليهم يعملوا حاجه كده ما بين الاثنين. اول حاجه يعملوا الفعل والسلوك ويفضلوا على شخصيتهم اللي احنا شايفينهم عليها وما يغيروهاش، يعندوا معانا ويبداوا يعملوا حاجات هما ما كانوش بيعملوها، بس احنا كنا بنقول لهم ان انتوا بتعملوها، يمكن كانوا بيعملوها غصب عنهم او مش بقصد، لا هيعملوها بعند. يا رنا بما انك قلتي بقى ان الخلافات صحيه وطبيعيه، طب احنا نعمل ايه؟ نتعامل ازاي مع الاطفال لما يبقوا في حاله خلاف؟ انت قعدتي معاهم وعرفتيهم ان الخلاف حاجه عاديه جدا، وان احنا عادي ان احنا نكون مختلفين مع بعض. نحط بقى رولز، هنحط قواعد للاختلاف دي، يعني عادي جدا ان احنا نختلف في راي، عادي ان احنا نختلف في طريقه لعب، عادي ان احنا نختلف لما تكون انت عايز العروسه بتاعتي او اللعبه بتاعتي او العربيه بتاعتي وانا عايزها، فنختلف نشد عايزينها، احنا الاثنين عايزين نفس الحاجه. في الحاله دي تديهم اختيارات. لو انتوا بتتخانقوا على حاجه، لو ما عرفتوش تتوصلوا لحل ان انتوا تلاقوا بديل او تلعبوا بيها مع بعض، الحاجه دي هناخدها منكم لحد لما تلاقوا حاجه ثانيه علشان تلعبوا بيها. تاني حاجه ودي مهمه جدا، طريقه الخلاف. طبعا لازم طريقه الخلاف تكون متفق عليها، اصلا لازم يكون في طريقه للخلاف، ما ينفعش ان الدنيا تبقى سايحه كده على بعض. بمعنى عندنا ممنوعات في الخلاف، ممنوع ان احنا نضرب، نمد ايدينا على بعض، نشتم، نقول الفاظ، نعاير بعض، نسمي بعض مسميات مش محبوبه للتاني، ما ينفعش ان احنا نجرح بعض. امال يا رنا هيختلفوا ازاي؟ هيتخانقوا ازاي؟ لا انا مش عايزاهم يتخانقوا، انا عايزاهم يختلفوا ويلاقوا طريقه للاختلاف غير الخناق. ولو مفيش غير الخناق يبقى مفيش ضرب. الخناق هنا معناه انه ماشي، عايز ان انت تتعصب، عايز ان انت تعلي صوتك في المسموح، عايز ان انت تستخدم معايا طريقه انا ممكن تكون مش بحبها قوي، زي ان انت ما تلعبش معايا، عادي مفيش مشكله. عايز على فكره احنا مش بنغصب الاولاد ان هم يلعبوا مع بعض في وقت هم نفسيتهم فيها مش احسن حاجه او مش متظبطين مع بعض في المود بتاعهم. واول يا بطل انت وهو ما تلاقي نفسكم هتتخانقوا، ادخلوا الاوضه بتاعتكم واقفلوا على نفسكم وابداوا اتناقشوا، اتحاوروا، اختلفوا. اذا في مكان للخلاف، ما ينفعش اكون قاعده انا وبابا او تيتا قاعده وجده قاعد وعمته خالته يلاقونا بقى ماسكين في بعض وعمالين نزعق قدامنا لا لا، عرفوهم ان في خصوصيه ما بينهم، انتوا الاثنين ما بينكم خصوصيه لازم تستخدموها وتبقوا قاعدين في مكان مع بعض خاص بالنقاش بتاعكم، لازم تعرفوهم ان في نقاش. تالت حاجه، هم لو خرجوا عن المألوف او عن المتفق عليه ما بينا هيبقى في عقاب، مش هنقدر نسميه عقاب لكن هنقول عليه نتائج. نتيجه ان انت كسرت القاعده اللي انا حطيتها معاكم يبقى في رد فعل مني، بالفعل اكيد مش هيبقى محبوب ليكم انتوا الاثنين. يعني ممكن نلعب على حته التايم بتاع الموبايل، تايم التلفزيون، مش هننزل النهارده نتفسح، يعني اللي هي الحاجات اللي تقرصهم بسيط كده لكن ما تأثرش في نفسيتهم. دايما شجعوهم ان هم يلاقوا حل في خلافاتهم، بس خلوا بالكم انتوا بتشجعوهم ان انتوا تميزوا حد على حد. بمعنى شجعوهم دايما في اي خلاف ان انتوا لما تجوا تتكلموا معاكم تبداوا تدوهم بوينتس كده وتقول لهم طيب مين فيكم اللي هيبدا يلاقي حل؟ على فكره انا عارفه ان انتوا الاثنين شاطرين جدا وبتعرفوا تحلوا المشاكل بتاعتكم، بس اقترحوا عليا كده وافضل حل من وجهه نظركم انتوا الاثنين هيبقى فيه هديه مثلا. يعني لو جات لك بنتين اخوات، ولد وبنت، ولدين، وكانوا عندهم مشكله مع بعض في حاجه، هتقعدي معاهم وهتقولي لهم انا عارفه ان المشكله دي او الخلاف ده، مش هنقول مشكله، انا عارفه ان الخلاف ده سهل قوي ان انتوا تحلوه، انا عارفه ان انتوا بتحبوا بعض فلازم تلاقوا حل عشان تلاقوا وسيله تتواصلوا فيها مع بعض بطريقه احسن. فكل واحد يقول حل للموضوع اللي انتوا جايين لي فيه ده، وانتوا الاثنين هتختاروه برده في الاخر، برده ما ينفعش يكون الحل ضد رغبه حد، لازم هما الاثنين يتفقوا عليه. فاهمني؟ قررتها قبل كده وبكررها وهفضل اكررها، اوعوا تخلوا العلاقه ما بين الاخوات تنافسيه، تساعدوهم ان هما ياكلوا في بعض، خليها تشجيعيه تحفيزيه ما بينهم وما بين بعض. يعني اياكوا تطلعوا من بقكم هشوف مين فيكوا اشطر، هشوف مين فيكوا انضف، هشوف مين فيكوا احسن، لا هشوف مين فيكوا هيساعد التاني اكتر انه يبقى احسن. فرقت؟
اياكو ثم اياكو ثم اياكو المقارنه ما بين الاخوات. هي دي بقى لو ما فيش اصلا خلافات هتولد ما بينهم اكبر الخلافات. اياكو ثم اياكو ان انتوا تمدحوا حد على حساب حد. ما ينفعش ان انت تيجي تقول يا ده انت قمر وشاطر وجميل ونظيف، بس شفت اخوك؟ لا لا لا، ده مش نظيف، ده مش كويس، ده ما بيعملش، ما بيشيلش، ما بيساعدنيش، وممكن يكون كده فعلا ما بيعملش الحاجات دي، بس اياكو تفتحوا عينيهم على بعض. وفي النهايه احنا اللي بنحدد طريقه الاخوات مع بعض ومشاعرهم حتى لبعض من خلال تعاملاتنا معاهم. عايزين اخواتي يحبوا بعض وقلبهم يكون على بعض، ربهم صح.